مساء الفل، احنا كده معانا اتنين. طيب كده احنا بقينا ستة. طيب لحد ما العدد، لأن احنا النهاردة أول مرة إن شاء الله يكون البث من خلال قناة اليوتيوب، فأكدوا لي بس بعد إذنكم في الشات الصورة كده بالنسبة لكم واضحة، الصوت واضح ولا في أي مشكلة؟ أهلا وسهلا. الصوت واضح لكن الشاشة مستقيمة. طيب كده الشاشة، طيب أفضل. تمام. طيب خلينا لحد ما انا يعني هضيف حاليا اللينك للصفحة بحيث ان الناس لو حتى لسه مش عارفين، فخلينا نبتدي نقول بس احنا بالظبط هنعمل ايه. احنا طبعا انا بشكركم جميعا على متابعة القناة، بالاضافة طبعا الى متابعة الصفحة للي حابب يتابعها او معانا بقاله فترة فيها. خليني برضو للناس اللي بتتابعنا من خلال اليوتيوب او اللي هيتابع البث ده بعد كده لانه هيكون متاح اكيد ان شاء الله على اليوتيوب، ان احنا ابتدينا في سلسلة
السلسلة دي كنا بنقدمها على الصفحة في الأول، وبعد كده بعد ما طبعا اكتمل العدد في القناة على اليوتيوب ابتدينا نوضحها على أو ابتدينا البث النهاردة من خلال قناة اليوتيوب، وهيكون إن شاء الله بعد كده من قناة اليوتيوب، هيكون أعتقد أفضل لأغلب الناس. إحنا في اللايف بنعمل لايف كل يوم جمعة الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، بنقدم فيه بث مباشر عن موضوع من الموضوعات اللي تهمكم في علم التطور، بالإضافة إلى إن إحنا بنخصص فقرة كده في الآخر بتبقى حوالي نص ساعة بتكون عبارة عن أسئلة. تمام؟ إحنا في سلسلة ابتديناها عن أصل الإنسان، هي لحد دلوقتي إحنا خلصنا منها يعني حوالي 4 أجزاء، والنهاردة إن شاء الله زي ما أنتم شفتم كده في إعلان البوست إن ده النهاردة الجزء الخامس. تمام؟ إحنا ابتدينا وركزنا على محطات رئيسية. أستأذنكم بس تأكدوا لي لو كده الصورة بالنسبة لكم أفضل ولا لما تكون مقلوبة. أكدوا لي بس المعلومة معلش. تمام. طيب للناس اللي مش متابعة الصفحة أو جديدة عند على القناة أو عموما على الصفحة، إحنا ابتدينا في سلسلة اسمها أصل الإنسان، ركزنا فيها على المحطات الرئيسية اللي حصلت على مدار رحلة الحياة، بداية من الخلايا البكتيرية الأولى اللي كانت موجودة من أكتر من 2 مليار سنة، وصولا للمحطة اللي اتكلمنا عنها في الجزء الرابع اللي هو الجزء اللي فات كان من حوالي أسبوعين، وكانت عن المحطة الفاصلة اللي ظهرت فيها بداية الحيوانات، واتكلمنا ازاي بداية الحيوانات كانت عاملة ازاي وكانت في المياه طبعا، وصولا للمرحلة اللي هيكون فيها بقى عدينا العصر اللي احنا بنسميه العصر الكامبري او مشكلة الانفجار الكامبري او الكامبريان اكسبلوجن، واتكلمنا عنها في اللايف اللي فات. النهارده بقى هنكمل بداية المحطة اللي حصلت فيها مرحلة فاصلة جدا، وهي مرحلة خروج أول نوع من أنواع الفقاريات، أول نوع من أنواع الحيوانات الفقارية، ولما نقول حيوانات فقارية ده معناه إن إحنا بنتكلم عن حيوانات يكون عندها العمود الفقري. وهي عشان الناس تبقى عارفة لو حد مش متخصص، في 5 مجموعات من الحيوانات هي اللي فيها عمود فقري. المجموعة الأولى هي الأسماك، ده كده بترتيب الظهور على كوكب الأرض. الأسماك، بعد كده البرمائيات اللي هي زي الضفادع مثلاً، بعد كده الزواحف والطيور والثدييات. فده كده ترتيب ظهور اول او هم ال5 مجموعات اللي احنا بنسميها المجموعات الحيوانات الفقاريه. اول مجموعه كانت في الظهور على كوكب الارض من المجموعه دي من المجموعات الخمسه دي هي كانت مجموعه الاسماك. واحنا اتكلمنا المره اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن بداية ظهور الحيوانات، خدنا كده بداية ظهور الحيوانات من أول الحيوانات البسيطة خالص اللي كانت بتتكون من مجموعة خلايا بتنسق بس كده بينها وبين بعض، لكن لا فيها أنسجة ولا فيها أعضاء ولا أجهزة ولا فيها الحاجات المعقدة دي، كانت مجرد مجموعة خلايا جنب بعض وبتنسق الشغل بينها وبين بعض، زي مثلا حيوان الإسفنج وهو موجود لحد النهاردة. وفي حيوانات زيه كانت بسيطة كده برضو لكن كانت موجودة في المرحلة اللي احنا بنسميها الإديكارن بيريود، دي كانت مرحلة تسبق العصر الكامبري كمان، وانقرضت أغلبها انقرض. وقلنا أكتر من مرة في اللايفز اللي قبل كده إن الانقراض هو سنة الحياة مش البقاء هو سنة الحياة، البقاء هو التحدي اللي بيواجه أغلب الكائنات الحية، لكن في معلومة واضحة جدا إن أكتر من 99% من الكائنات الحية اللي عاشت على وجه الأرض سواء ما زالت موجودة أو انقرضت يعني خلاص ما بقتش موجود، فاحنا بنتكلم عن ان 1% بس من الكائنات الحية هي اللي بتكمل، يعني دايما في كل زمن من الازمنة 1% بيكمل والباقي كله بينقرض. يبقى وصلنا للمحطة الاخيرة خالص اللي فاتت في اللايف اللي فات عن المرحلة الانتقالية اللي كان فيها وصلنا لنوعية من الحيوانات، والنوعية دي ابتدت تحاول انها تنتقل من الميه لليابسه. طيب
احنا محتاجين بقى في المرحله دي نعرف اولا نوع الحيوانات دي ايه اللي كانت بتحاول تنتقل من المياه لليابسه، فالاجابه هي كانت اسماك. طيب انهي نوع من الاسماك؟ هل الاسماك اللي موجوده النهارده؟ لا، هو في بعضها موجود النهارده لكن هي قليله جدا حاليا، لكن النوع اللي بنتكلم عنه ده كان اسمه جو ليس فيش. يعني جو ليس يعني اسماك ما عندهاش فك، يعني كانت عديمه الفك. ففي نوعين او اكتر منها حاليا موجود لسه في المياه، لكن اغلب الانواع بتاعتها انقرضت من زمان. لكن يبقى انهي مجموعه اللي بتحاول انها تنتقل من المياه لليابسه؟ هي مجموعه من الاسماك مش نوع واحد. طيب انهي نوع تحديدا؟ كان نوع اسمه الجو ليس فيش، دي مجموعه من الاسماك فيها اكتر من نوع. طيب في انهي زمن؟ يعني المرحله اللي حصل فيها الانتقال من الميه لليابسه دي كانت في انهي زمن؟ كانت تقريبا من 450 مليون سنه تقريبا، يعني ممكن تزيد شويه او تقل شويه، لكن هي كانت في الفتره دي تحديدا من 450 مليون سنه. المرحله دي كانت بعد العصر الكامبري خلاص، يعني عدينا احنا المرحله بتاعت العصر الكامبري ووصلنا بقى لمرحله بعده. طيب حددنا النوع، حددنا المجموعه وشكلها كان عامل ازاي. طيب نيجي بقى للسؤال المهم اللي بيحصل فيه احيانا سخريه من بعض الناس، وهو طيب ايه السبب؟ يعني هل مثلا الاسماك دي طقت في دماغها الفكره كده اللي هو احنا زهقنا من الميه عايزين نروح لليابسه؟ لان في ناس كتير جدا بتسخر من الموضوع ده، بيفترضوا ان الفكره يعني عبثيه قوي او فيها نوع من الاستخفاف قوي، ان ازاي العلماء يعني ناس عاقله كده وبتاع وبيبقوا مصدقين في ان شويه اسماك زهقت من الميه الكتير دي وقررت فجاه كده انها هتتنقل من الميه لليابسه. يعني فكره ممكن تبقى سطحيه، شايفينها انها سطحيه جدا او سخيفه جدا، لكن احنا هنوضح كان السبب ايه وهنقدم امثله لحاجات بتحصل دلوقتي، يعني في الزمن اللي احنا فيه كمان بتحصل نفس الفكره. خلينا نبتدي بالاسباب الحقيقيه كانت ورا الانتقال ده، كان ايه اللي ورا الانتقال ده؟ كان مجموعه من الاسباب مش سبب واحد. من ضمن الاسباب دي ان كانت مجموعه الاسماك دي بتهرب من البريديتورز او الكائنات اللي بتفترسها في الميه اللي بتعيش فيه، فدي رقم واحد. رقم اتنين كانت انها بتبحث عن نيو نيتش او بيئة جديدة ليها، بيئة تعيش فيها جديدة غير البيئة القديمة اللي هي بتعيش فيها وابتدت تضيق بيها الأحوال فيها، يعني لا بتلاقي أكل كويس ولا بتلاقي حماية كويسة ولا بتلاقي فرصة إنها تمرر جيناتها وتتكاثر بشكل مناسب، بتلاقي ضغوط في النواحي دي، فبالتالي هي بتدور على مكان جديد زي اي كائن لما بيلاقي ان الامور ضاقت بيه في البيئه اللي هو بيعيش فيها بيضطر يعمل ايه؟ بيضطر يهاجر، بيضطر يمشي ويخرج بره المكان ده يروح مكان تاني. فهو ده نفس اللي كان بيحصل بالظبط. طيب هل في اسباب تانيه؟ دي كده الاسباب اللي احنا بنتكلم عنها جوه البيئه بتاعت الكائن نفسه. طيب في اسباب كمان انها اسباب بيئيه، يعني البيئه بتغير الاماكن اللي هم بيعيشوا فيها فبتضطرهم الظروف ان هم خلاص البيئه دي مش مناسبه ليهم فبيضطروا يغيروها لبيئه مختلفه. الزمن اللي قبل ده كان نسبه الاكسجين اللي في الجو اللي يقدر اي كائن حي يعيش فيها في اليابسه كانت صعبه جدا، يعني كانت نسبه ضعيفه ما تمكنش الكائنات دي انها تعيش على الارض او على اليابسه بشكل كويس. لكن في الزمن اللي بنتكلم عنه لا، اصبحت الفرصه افضل كتير. طيب يبقى كده الظروف اتهيأت نسبيا لبعض السلالات من الاسماك انها تغير البيئه بتاعتها وتبتدي تطلع على اليابسه. طيب هل في دليل من الزمن الحاضر اللي احنا فيه؟ في انواع من الاسماك حاليا في الزمن اللي احنا فيه بتعمل نفس الخطوات. يعني لو احنا استدلنا على الماضي من خلال الحفريات ومن خلال الدراسات البيئيه ومن دراسات الدراسات بيسموها الجيوغرافيك او اللي هي الحاجه الخاصه بالجغرافيا وغيرها، او ان احنا بنفكر في مثلا غير الدراسات الحفريات وغير كل ده من خلال الدراسات الجينيه مثلا. طيب لا، احنا كمان عندنا امثله من الزمن الحاضر ان احنا بنقدر نشوف في اربع انواع من انواع القرش حجمها صغير شويه، ثبت بالدليل القاطع وانا نزلتها قبل كده في بوست على الصفحه، صفحه ربنا يطورنا كلنا، وبحط لكم برضو اللينك في الوصف
او هو اوريدي موجود يعني. في 4 انواع استدل العلماء عليها في الزمن الحاضر، ابتدت تتغير البيئه بتاعتها وتتحرك من الميه العميقه للميه الضحله، وبعد كده بقت بتعيش كمان على الشواطئ، يعني بتقدر تسبح وتتحرك اكنها بتتحرك على اقدام كده، بس بتستخدم بدلا عن الاقدام بتستخدم الزعانف بتاعتها. طيب في ايه كمان؟ في انواع تانية من الاسماك، نوع مثلا اسمه المد فيش مثلا، ده نوع تاني يعني، او اللي هو بيسموه اسماك الطين يعني، ودي معروفة جدا على فكرة. لو اي حد فيكم عمل بحث بسيط جدا على جوجل هيعرف وهيشوف الاشكال بتاعتها، وحتى على اليوتيوب هيلاقي فيديوهات كتير بتوضح المد فيش دي وغيرها يعني، في انواع تانية احنا بس بنقول امثلة يعني. طيب يبقى احنا كده حددنا نوعية الحيوانات اللي كانت عايزة تنتقل من المية لليابسة، اتكلمنا عن الظروف اللي ابتدت تبقى نسبيا تسمح بكده، اتكلمنا عن الأسباب كمان اللي اضطرتهم لكده. طيب هل ده معناه ان كانت الأرض مفروشة بالورد بقى للأسماك انها تتنقل لليابسة وتعيش بقى بدون أي ضغوط خلاص، والدنيا بقت جميلة ومفيش بقى كائنات تفترسها ولا أي حاجة، كل حاجة كانت ممهدة مثلا؟ لا بالعكس، الدنيا كانت صعبة جدا والظروف كانت صعبة جدا يعني، هم بيهربوا من صعوبات لكن بيروحوا برضو لصعوبات أكتر. ليه؟ الظروف على اليابسة مختلفة تماما. الظروف على اليابسة هم محتاجين تركيبات معينة في جسمهم إنها تتغير أو تتطور عشان تتناسب مع الجاذبية. الجاذبية في المية تختلف كتير عن الجاذبية على اليابسة. المية بتقدر تعمل طفو للكائنات، بتعمل نوع من البالانس أو نوع من التوازن، فما بيحسوش قوي بشدة التأثير بتاع قوة الجاذبية عليهم، في حين إن على اليابسة الموضوع يبقى مختلف. الحاجة التانية، هيبقوا محتاجين حماية لجسمهم أو دعم أكتر لجسمهم من خلال تركيبات كربونية أو يغلب عليها الكالسيوم بعد كده، اللي هي احنا بنسميها السكيلتون، سواء بقى اندوسكيلتون او اكزوسكيلتون، يعني هيكل داخلي او هيكل خارجي. بمعنى الهيكل الداخلي ده اللي احنا زي الهيكل العظمي بتاعنا، ده هيكل بيدينا تدعيم للجسم بتاعنا بحيث ان هو يقدر يقاوم تأثير الجاذبية ويكون بشكل مناسب وشكل كويس. طيب محتاجين ايه كمان؟ محتاجين أجهزة تنفس مختلفة، مش هينفع نبقى عايشين على اليابسة وبنتنفس عن طريق فلترة المية أو عن طريق الخياشيم، مش هينفع، احنا محتاجين ساعتها رئة. رئة يعني جهاز تنفس داخلي، جهاز تنفس داخل الجسم يقدر ياخد الهواء ويبتدي ياخد الأكسجين منه وبعد كده يطرد ثاني أكسيد الكربون من خلاله. فدي كلها كانت حاجات، خطوات محتاجها الكائن الحي اللي يقدر ينتقل من المية لليابسة عشان يقدر يعيش بشكل كويس. طيب هل كل اللي انتقل من المية لليابسة في الوقت ده نجح فعلا في التحديات دي؟ لا، مش كله نجح، في كتير فشل فانقرض، في كتير نجح نجاح نسبي يعني قدر يقاوم جزئيات معينة وفشل في الجزئيات التانية، في أنواع قدرت إنها تطور او تتغير وابتدت يعني يبقى عندها بعض الصفات افضل كتير من غيرها. وده اللي حصل فعلا يعني، اللي حصل فعلا ان مش كل الكائنات، مش كل الاسماك اللي انتقلت من المية لليابسة انتقلت ونجحت بنسبة 100% نجاح خالص. الموضوع ما كانش كده، الموضوع كان ان كتير جدا منهم فشل ما قدرش، كتير منهم حتى قبل ما يبتدي السكة نفسها ما كملش لانه انقرض وكانت الظروف الضغط عليه في البيئه الاولى اكتر كتير من انه يتحملها فانقرض وما كملش. لكن اللي نجح وعبر ده وقدر على البقاء وقدر على الظروف اللي تحدته وهو على اليابسه كان هو العدد الاقل، وهو ده العدد اللي تطور منه بعد كده كل الكائنات بقى الفقاريه، كل الحيوانات الفقاريه اللي عاشت على اليابسة، منها بقى طبعا البرمائيات والزواحف والطيور والثدييات، وطبعا جه في قمة الثدييات الإنسان. طيب محتاجين كمان نتكلم عن إيه؟ محتاجين نتكلم عن لحظة ما خرجت الأسماك أو بعض الأسماك اليابسة. هل في أي حيوانات سبقتها على اليابسة؟ يعني
غير الفقاريات، لان الفقاريات لسه ما كانتش ظهرت، ما كانتش اصلا ظهرت على الارض. لكن هل في نوع من الحيوانات التانية اللي هي لا فقاريه بقى، اللي هي الحيوانات البسيطه اللي اتكلمنا عنها في اللايف اللي فات، هل فعلا كان في بعض انواعها خرج على اليابسه فعلا؟ يعني برضو بنفس لنفس الاسباب او لاسباب اخرى، هل فعلا في بعض الانواع خرجت من الميه تعيش على اليابسه قبل الاسماك او معاها؟ اه حصل. مجموعه كبيره اسمها الارثروبودز، الارثروبودز دي اللي دارس بيولوجي او علوم يعرف انها هي اللي بتشكل اكبر نسبه حيوانات من كل انواع الحيوانات تقريبا. يعني لو جمعت الاسماك مع الزواحف مع الطيور مع الثدييات ما يجوش اي حاجه نسبه الى الارثروبودز دي. طيب الارثروبودز دي اللي منها مين بقى؟ اللي منها الحشرات، اللي منها العقارب، اللي منها الحاجه اسمها السنتيبيدز، اللي احنا يعني يمكن اشهر نوع من السنتيبيدز والميليبيدز اللي احنا نعرفه، حاجه كده في مصر احنا نعرفها بنسميها ام 44، دي من ضمن الانواع دي. ناس كتير ما تعرفش ان العقارب كانت بتعيش في الميه اصلا، يعني العقارب تاريخها القديم انها كانت بتعيش في الميه، ما كانتش بتعيش على اليابسه. خروجها لليابسه ده شيء متاخر، يعني جه بعد كده. واللي ناس كتير ما تعرفوش ان اول ما خرجت الكائنات اللي زي دي لليابسه كان في منها انواع حجمها كبير جدا، يعني كان في مثلا نوع من انواع العقارب كان حجمه، كان نوع اسمه سيليمونيا، ده نوع لو دورته على شكله على الانترنت كان حجم العقرب تقريبا في حجم الانسان، يعني بيصل لحوالي 2 متر، ده انقرض يعني، لكن ده عاش على اليابسه، خرج من الميه وعاش على اليابسه. فالمقصود ان ما كانش المجموعة اللي خرجت من الأسماك عشان تعيش على اليابسة هي دي أول حيوانات حاولت إنها تعيش على اليابسة وتنتقل من المياه لليابسة، لا، سبقها وتزامن كمان معاها أنواع من اللافقاريات، وتحديدا من أنواع اللي هي الأرثروبودز، وخرجت فعلا على اليابسة وعاشت فيها وأقلمت نفسها واتغيرت واكتسبت صفات جديدة عشان تقدر تعيش في البيئة الصعبة دي. ده كده ملخص بسيط للمحطة اللي احنا كنا ناويين نتكلم عنها، وهي محطة انتقال الأسماك أو بعض أنواع الأسماك لأنها تعيش في اليابسة بعد ما كانت بتعيش في المية. طيب المرحلة دي يعني نقدر نقف فيها لحد فين؟ يعني إيه النقطة اللي احنا هنقف عندها وهنستلم من المحطة اللي جاية في اللايف اللي جاي؟ المحطة دي هي إن رغم خروجهم من المية لكن وضعهم للبيض ما كانش قادرين خالص يحل المشكلة بتاعته. ليه بقى؟ البيض بتاع الأسماك واللي جه بعديهم، يعني واللي جه بعد الأسماك حتى زي البحريات زي الضبادة والسلمندر وغيره، عندهم مشكلة كبيرة إن البيض ده لازم يبقى موجود لما يتم وضعه، لازم يتوضع في بيئة، يعني بيئة قريبة جدا للمية. ليه؟ عشان ما يحصل لها جفاف، فبالتالي الجنين اللي جواه بيموت. فبالتالي هم رغم خروجهم من المية نسبيا او جزئيا فاستمر وجودهم مرتبط بالاماكن اللي يكون فيها برضو مية. يعني ما ينفعش مثلا المجموعة دي اللي خرجت تروح بقى تعيش مثلا في اليابسة بشكل تام، يعني خلاص ما ترجعش تاني مثلا، لا ده صعب جدا، ما حصلش. يعني اللي خرج يا دوب عايش على المياه الضحلة وعاش على السواحل والصخور اللي حوالين البحيرات حوالين المستنقعات حوالين البحار، يعني دايما استمر وجوده مرتبط بوجود مسطح مائي دايما جنبه، ما ينفعش يعيش بعيد عنه. من هنا حصلت مرحلة مهمة جدا، وهي ان من مجموعة من انواع الاسماك بيسموها اللوب فيش، اللوب فيش او اللوب فين فيش، من المجموعة دي اتطور نوع من انواع البرمائيات، والنوع ده تحديدا بقى هو اللي جه منه كل اللي جاي بعديه. النوع ده اسمه التترابود، تترا باللغه اللاتينيه يعني اربعه، وبود معناها ارجل، فلما نقول تترابود يعني كائن ليه اربع ارجل. النوع ده هو بدايه ظهور حاجه اسمها البرمائيات او الامفيبيانز على الارض. طيب لما نيجي نتكلم على امفيبيان برضو لو باللغة اللاتينية معناها ايه؟ امفيبيان باللغة اللاتينية معناها دبل لايف، يعني حياة مزدوجة. مقصود بيها ايه؟
مقصود بيها ان هو كائن بيعيش نص حياته في الميه ونص حياته التاني في اليابسه، لكن بيستمر دايما حوالين المسطح المائي، ما يقدرش يعيش بعيد عنه. ففي طور من اطوار البرمائيات زي الضفادع كده، بيكون طور زي الاسماك، بيتنفس زي الاسماك، بيعوم زي الاسماك، وبيعيش في الميه، وبيسموه التادبول. الطور الثاني من حياتها بيكون في صورة أدلت أو في صورة كائن ناضج، اللي هو الضفدع، صورة الضفدع اللي احنا نعرفها، ودي بتعيش على اليابسة. لكن زي ما قلت إن حياتها مرتبطة بالمية دايما، يعني هتيجي مثلا تضع البيت لازم ترجع المية، هتعيش في اليابسة، لكن تعيش في اليابسة قريبة قوي من المية، ما تقدرش تبعد كتير. عشان كده بيسموها دابل لايف أو أمفيبيان. هنا مرحلة خروج بقى التترابود من اللوب فين فيش، هي دي المرحلة الفاصلة اللي بنتكلم عنها. طيب لو أنا عايز دليل، بتكلم عن دليل إن ليه بتقول إن التترابود اللي خرج منها حاجة زي الأمفيبيان ويجي بعد كده منها بقى الزواحف، والزواحف اللي يجي منها بعد كده الثدييات والطيور، إحنا بنعرف منين إن من نوع من الأسماك اتطور التترابود ده؟ لحسن الحظ ان النموذجين دول في منهم امثله بتعيش لحد النهارده، يعني في من الفين لوب دي موجود، في موجود لسه امثله ليها بتعيش حاليا، فاكيد محتفظه بنسخه من الجينوم قريبه جدا من اللي كانت موجوده في الكائن الفعلي اللي اتطور منه النوع ده اللي هو التترابود، يعني موجوده قريبه جدا منها. زي تقدر ما تقول كده مثلا ايه، ان النوع نفسه مثلا انقرض لكن ابن عمه لزم موجود لسه، فبتقدر تشوف الجينوم ده، تقدر يعني تتعرف على اكتر من 99% منه كان عامل ازاي، كان شكله ايه، ايه اللي فيه بالظبط. والنوع الثاني اللي هو التترابود، احنا عندنا امثله منه اللي هي زي انواع كتير من الامفيبيان، انواع كتير من البرمائيات موجوده وما زالت موجوده، منها انواع ظهرت من قديم الازل يعني، فعندنا برضو الجينوم بتاعها. فلما تيجي تقارن بين النوعين اللي اتكلمنا عنهم دول تلاقي التقارب شديد جدا في الجينوم، ده معناه ان التقارب الجيني الرهيب ده معناه ان ده خرج من ده، يعني تغير بسيط جدا حصل في الجينوم بتاع الاول هو اللي ادى لخروج النوع الثاني، مع طبعا ظروف معينه بقى بنتكلم عنها، في مره بنتكلم عنها حاجه اسمها السبيشيشن او الانتواع، هو ده اللي يديك بقى معنى ان ازاي كائن يخرج من كائن او نوع يتطور من نوع. بس احنا هنقف عند المحطة دي اللي هي محطة ظهور البرمائيات او الكائنات اللي زي الضفادع والسلامندر، واللي بتعيش نص حياتها في المية زي الاسماك تقريبا، ونص حياتها بتعيشها على اليابسة لكن برضو قريبة من المية، ما تقدرش تبعد كتير. واتكلمنا عن ليه الاسماك كان في مجموعات منها عايزة تخرج من المية تروح لليابسة، اتكلمنا عن النقطة دي، وكانت ايه الاسباب اللي دفعتهم لكده، وانهي نوع تقريبا من الاسماك هو ده اللي في يعني في اغلب الترجيحات للعلماء هو ده النوع اللي خرج، وازاي اتاكدنا بعد كده من دراسة الجينات وغيرها من الحفريات، وازاي مثلا دراسة الحفريات اكدت لنا المعلومة اللي احنا كنا بنتكلم فيها دي بعد ما افترضناها، يعني عشان تعرفوا برضو مصداقية نظرية التطور بتبقى بتيجي منين. ان احنا مثلا توقعنا ان اكيد في سلالات من الاسماك عاشت في اليابسة بالقرب من المية، فلازم كنا نشوف تركيب من التركيبات او حفرية من الحفريات تدينا دليل على ده. عشان كده لما جت في الالفينات واكتشفوا حفرية التكتلك في كندا، فده اكد المعلومه اكتر، ان احنا شفنا اهو الدليل، ان احنا قلنا افترضنا حاجه الاول وتوقعنا وجودها وبعد كده اكتشفناها، فده يديك قوه النظريه العلميه عامل ازاي. ده اللي حصل، والترتيب ده هو اللي فعلا حصل، واتاكدنا منه بقى بعد كده من اكتر من دليل، من دراسه الجينات ومن دراسه علم الاجنه ومن دراسه التشريح المقارن ومن الحفريات، كل دي حاجات. وحاليا الدراسات الحديثه بقى في حاجه اسمها الكومباريتيف اناليسيس للجينوم، خلاص دي كلها حاجات اكدت المعلومات دي، ما بقتش خلاص فرضيات، دي حاجات بقت في حكم الحقيقه العلميه. وانا هتلاقيني دايما يعني في اي حاجه احنا بنقولها هتلاقيني يا اما باكد لك انها دي في اطار فرضيه علميه او في اطار حاجه مرجحه،
او في اطارنا خلاص، يعني اصبحت داخل نطاق النظريه العلميه، فاصبحت في حكم ان هي افضل تفسير ممكن موجود. وفكره تغييره فكره صعبه جدا جدا يعني. كده احنا اعتقد ان احنا يعني وصلنا لنهايه الجزء ده، المحطه دي، وان شاء الله في اللايف اللي جاي هنبتدي من اول الخيط اللي احنا وقفنا عنده النهارده، وهو بدايه ما يسمى بالتترابوت وظهور البرمائيات، وايه الظروف بقى اللي اضطرت سلالات معينه من البرمائيات ان يتطور منها اول الزواحف اللي عاشت على اليابسه. ومنها بقى هنبتدي نلاقي الموضوع رايح في يعني اتجاهات افضل كتير، هنقدر نتعرف على بداية ظهور بقى الزواحف والتغيير الكبير جدا اللي حصل مع بداية ظهور الزواحف، وبعد كده ايه اللي اتطور من الزواحف تحديدا، وانهي نوع من الزواحف تحديدا هنتكلم عنه هو اللي اتطور منه الطيور والثدييات. دي المحطة اللي جاية اللي هنتكلم فيها ان شاء الله في رحلة تطور الانسان او رحلة الاصل بتاع الانسان. قبل ما ناخد مجموعة من الاسئلة بتاعتكم، محتاج بقى نوضح برضو نقطة أنا دايما ببقى حريص إن أنا أوضحها كل مرة عشان تبقى واضحة للناس، إن بعض الناس بتيجي تتلخبط تقول أنتوا حيرتونا، أنتوا ليه بتقولوا مرة إن الأصل المشترك للإنسان هو أصل مشترك مع الشمبانزي، أو أقرب كائن للإنسان هو الشمبانزي، بعد كده تيجي تقولوا لا ده الإنسان أصله من الثدييات، بعد كده تقولوا لا ده من الأسماك، بعد كده تقولوا لا ده من البكتيريا. اللي متابع بقى الرحلة اللي إحنا بنقدمها بقالنا فترة دي هيفهم احنا ليه الكلام ده كله ما فيهوش اي تناقض، بل بالعكس هو بيكمل بعضه. هي كل الفكره زي ما قلتها المره اللي فاتت برضه، انك السؤال بيكون مرتبط انت بتتكلم عن انهي سلف مشترك بالظبط، يعني هل انت بتتكلم عن الجد ولا جد الجد ولا جد جد الجد وهكذا. فلو انت بتتكلم عن الجد المباشر للانسان فهو كان نوع بشري، تمام، وفضل نوع بشري من نوعنا ده حوالي 600 ألف سنة. قبل ال 600 ألف سنة كان نوع بشري تاني، يعني هم دول أسلافنا، كان نوع بشري تاني اسمه هومو بودونيسيس. طيب قبلهم كان قبل مليون سنة مثلا أسلافنا يعودوا برضو لنوع بشري تالت كان اسمه هومو إريكتس. هنفضل نرجع بقى لحد مثلا 7 مليون سنة نلاقي سلفنا المشترك هيكون مع الشمبانزي، أو سلف يكون من مجموعة من القردة العليا. هنرجع أكتر من كده مثلا لحوالي 30 مليون سنة، وأنا مش بقول أرقام اعتباطا، أنا بقول أرقام مبنية على علم يعني. فلو رجعنا 30 مليون سنة فهنرجع لسلف مشترك يجمع القردة العليا اللي هي الإنسان والشمبانزي والبونوبو والغوريلا والأورانجوتان، يجمعنا مع قردة العالم القديم اللي هي كلنا بقى نعرفها باسم القردة العادية اللي هي زي قرد البابون وغيره. هنرجع أكتر هنلاقي ان احنا يجمعنا مع الثدييات سلف مشترك، وتحديدا مجموعة معينة من الثدييات اللي هي فيها الفئران والأرانب وغيرها. هنرجع أكتر هنلاقي نفسنا بننضم مع أسلاف تجمع الثدييات كلها، هنرجع أكتر نلاقي مجموعة تجمعنا مع الثدييات والزواحف زي ما احنا بنقول. بس احنا كل الفكرة ان احنا خدنا الرحلة بقى من بدايتها، فلو انت ما تابعتش السلسلة من بدايتها خالص أنصحك انك انت ترجع تاخد كده أصل الإنسان الجزء الأول والتاني والتالت والرابع وصولا للجزء الخامس النهاردة. هتلاقي الموضوع مترتب من بداية أول محطة كانت بتحصل في عالم البكتيريا وصولا للنهاردة إن إحنا وقفنا عند بداية ظهور ما يسمى بالتترابود أو الفقاريات أو الحيوانات الفقارية اللي ابتدت تقدر تمشي على اليابسة بأربع أطراف. تمام كده؟ كده خلصنا الجزء بتاعنا ونقدر نستقبل بقى مجموعة من الأسئلة لو حد عنده أسئلة. إزاي اتطور الجهاز التنفسي للأسماك دي يا دكتور؟ كان في مرحلة انتقالية، لو أنت تقدر تعمل سيرش بسيط هتلاقي في نوع من الأسماك اسمه لانج فيش. لانج فيش ده نوع من الأسماك كان عنده مرحلة انتقالية كده ابتدى يتنفس بشكل مختلف زينا كده بيتنفس بالرئة، غير إن في يعني في مراحل انتقالية ظهرت حتى في حاجة زي البرمائيات أو زي الضفادع، إن الطور الأول
اللي بيعيش في الميه اللي هو التاد بول من الضفادع ده، بيتنفس بالخياشيم. لما بيجي ينتقل لمرحله الادلت او مرحله النضج ويعيش على اليابسه، نفس الجينات اللي كانت مسؤوله عن انتاج الخياشيم هي الجينات اللي اتحولت وانتجت التركيب اللي احنا بنسميه الرئه. بس فهي دي الفكره يعني. التركيب يا جماعه ممكن يبقى ظاهره مختلف تماما، لكن اصله نفس الجين او نفس الجينات. على سبيل المثال، نفس الجينات اللي بتنتج عين الحشرات زي حشرة الدروسوفيلا مثلا، هي نفس الجينات اللي بتعبر عن نفسها في عين الفيران، هي نفس الجينات اللي بتعبر عن نفسها في عين الإنسان. التعقيد اللي بيختلف بقى من كائن لكائن ده بيكون ناتج عن إن في الحشرة البسيطة دي كانت عدد الجينات اللي بتتحكم في الصفة أقل، هنا كانت عدد الجينات أكتر، هنا كان عدد الجينات أكتر وأكتر. بس فأدي كل الموضوع، لكن نفس الجينات ممكن تعبر عن نفسها بتركيب ممكن يبقى مختلف، تركيب يبقى معقد. بالنسبة لك إن دي حاجة ودي حاجة بعيدة قوي عن بعض، لكن في الحقيقة أصلهم جاي من نفس الجين بالظبط. نفس الجينات اللي بتعبر عن نفسها بتركيب زي الهيموجلوبين في جسمنا، هي نفس الجينات اللي موجودة في غيرنا وبتعبر عن نفسها برضو بنفس التركيب، لكن باختلافات ممكن تكون بسيطة. أي سؤال تاني؟ ربنا يخليك يا دكتورة، ألف شكر على كلام حضرتك، ربنا يخليك. هل كانت هناك نباتات قبل الخروج؟ لو تقصد قبل خروج الحيوانات، كان في نباتات برضو خرجت وعاشت على اليابسة، وبرضو تعرضت لظروف صعبة جدا لحد ما قدرت تتواءم مع البيئة على إنها تعيش على اليابسة، وفي أنواع كتير ما قدرتش وانقرضت فعلا، لكن في بعض الأنواع قدر ونجح، وده كان قبل خروج الحيوانات. الأخطبوط هل فعلا ما يقال عنه إنه مش معروف أصله إيه؟ لا، غير صحيح الكلام ده. الأخطبوط من السيفالوبودز أو مجموعة من اللافقريات. سيفالوبودز باللغة اللاتينية معناها سيفالو يعني رأس، وبود يعني قدم، فهي رأس قدميات عشان جسمها بيتكون من رأس وأقدام، أو هي اللي أنت بتشوفها دي. لكن أصله معروف طبعا، أصله معروف من اللافقاريات، واتطور من اللافقاريات، ومعروف أصله من فصله يعني. أحيانا بس إحنا بنخلط بعض الأمور، وده مش عندنا إحنا بس الحقيقة يعني، ده موجود حتى بره يعني، في الغرب عموما. هنلاقي برضو بعض الوسائل الميديا لما بتحاول انها تتكلم عن معلومة غريبة او حاجة مثيرة شوية في كائن من الكائنات، تحاول انها تصوره لك انه كائن فضائي، يعني كأنه كائن بقى اكيد مش موجود من الارض دي خالص، ده عنده صفات غريبة جدا. ده اتكرر مع الاخطبوط، اتكرر مع كائن اسمه اللي هو التتروجريد، يعني اتكلموا كتير جدا عن بعض الكائنات باعتبارها كائنات خزعبلية، يعني كائنات غريبة جدا. وفي بعض الناس والله بتكون يعني حظها كويس جدا من التعليم، ولاقيها بتتكلم مثلا عن كائن، يقولوا لي مثلا الكائن ده كان جسمه جسم انسان وراسه راس اسد، وان التماثيل القديمة اللي عملها الانسان دي ما كانتش من خياله، دي كانت محاكاة لكائن بيعيش في الواقع. يعني شغل بصراحة، او يعني هي افكار صعبة جدا، لكن حقيقة لا، الحاجات دي معروف اصلها يعني، مش للدرجة دي ان احنا مش عارفين عنها حاجة يعني. اي سؤال تاني؟ هحاول ان شاء الله يكون مع الفيديو ده، لما انشره على الصفحة ان شاء الله على الفيسبوك، هحط لكم كل الريفرنس او المصادر الخاصة بالموضوع اللي اتكلمنا عنه النهاردة،
وهضيف لكم بعض الصور اللي توضح لكم الكائنات اللي احنا اتكلمنا عنها النهارده بالاسم، يعني اسمها ايه، عشان لو حد حابب ان هو يراجع دايما، وانا دايما بطلب كده اراجع ورايا كل معلومه، يعني ما توقفش عند المعلومه اللي بقولها باعتبارها كلام مصدق 100%، راجع دايما وعود نفسك على التفكير ده، التفكير النقدي ده، دايما تشكك من اي كلام بيتقال لك. في سؤال، شو هي الحلقات المفقودة؟ أستاذ أصيل، بص يا أستاذ أصيل، الحلقات المفقودة دي كانت حاجة في زمن داروين، يعني محتاجين إن احنا نرجع لها حوالي 150 سنة. أنت بقى متخيل إن احنا بقالنا 150 سنة بيتم اكتشاف حفريات بالآلاف معروضة حاليا في متاحف التاريخ الطبيعي، ففكرة ان في حلقات مفقودة، طبيعي ان كل زمن في حلقات مفقودة، يعني احنا مش معقولة يعني عندنا سجل بكل كائن عاش على كوكب الارض، مستحيل. لكن اللي مش مستحيل انك انت مش محتاج اصلا تعرف كل الكائنات اللي عاشت عشان تقدر توصل لتفسير منطقي لأصلها ايه، اتطورت ازاي، ظهرت ازاي، مش محتاج ده. يعني على سبيل المثال، انت دلوقتي لو حابب تعمل دراسة احصائية على اي مرض من الامراض، هل انت مطلوب منك انك انت تجمع عينات من 7 مليار انسان؟ لا، انت بتاخد عينة. لو انت دلوقتي قدامك بازل وبتحاول تحله، البازل اللي قدامك ده امتى بتبتدي تشوف الصورة تقريبا، يعني ابتدت تبقى واضحة بالنسبة لك؟ لما تقريبا بتجمع 60 70% من القطع بشكل صحيح. هل انت بالنسبه لك ال 30% الباقيين دول يعضلوك؟ يعني هل دول معضله بالنسبه لك انك طالما ما لقيتهمش يبقى عندك مشكله؟ لا، انت خلاص شايف الصوره، يعني عرفت خلاص ان الصوره دي تقريبا صوره مركب، وفي ميه وفي مثلا سحب وفي شمس، يبقى اكيد الجزء الباقي انت خلاص متوقعه، وده اللي بيحصل فعلا. يعني انا لسه من شويه بقول احنا توقعنا وجود نوع من الاسماك يكون فيه صفات معينه، وده بالفعل تم اكتشافه لما اكتشفوا التكتلك. فهي دي الفكره ودي قوه النظريه العلميه، انك انت تتوقع شيء قبل حدوثه. اينشتاين مثلا توقع من 70 80 سنه وجود ثقب اسود، واحنا لسه يا دوب مصورينه من يومين ثلاثه يعني. فهي دي الفكره، ففكره الحلقات المفقوده دي عاملة زي حاجة الأكل البايت، يعني حاجة كانت قديمة بيقولوها زمان كاعتراضات، لكن العلم نفسه تجاوزها خلاص، يعني تجاوزها من سنين طويلة. كون إن لسه حد بيتكلم فيها ده غالبا بيكون لسه مش متابع، يعني مش عارف الجديد من الموضوع إيه، أو اللي بيرد عليه بيرد عليه بشكل غير صحيح، فبيصور له لسه إن الموضوع لا لسه بقى فيه، طالما في حلقات مفقودة يبقى إحنا ما نعرفش عنها حاجة خالص. لا، أنت ممكن يبقى عندك حلقة مفقودة في الحفريات، لكن عندك معلومات موجودة من الجينات ومن علم الأجنة ومن علم التشريح المقارن، من علوم مختلفة، فاضل لك الجزئية بتاعت الحفريات، لقيتها لقيتها ما لقيتهاش مش هتفرق لك، يعني مش هتفرق لك كتير. هم عايزين حفرية من كل جيل، ولو لقيت حفرية من كل جيل اللي مش عايز يقتنع، يا جماعة بصوا، يعني أنا دايماً بوجه النصيحة دي لأي حد بيكلمني ساعات على الصفحة، يقول لي أنا بحاول أكلم صديق ليا وهو رافض يقتنع بنظرية التطور وشايف إن هي خرافة. أنا رأيي في الموضوع ده بسيط، يعني العلم ما بيتغصبش بيه حد خالص، أنت بتطرح العلم وبس، اطرح العلم وسيبه. المعرفة في الزمن اللي احنا فيه ده متاحة للكل، اللي عايز يوصل للمعرفة في الزمن اللي احنا فيه ده ما عندوش مشكلة، لكن انا مش هقعد اقنع حد بالعافيه انك لازم تقتنع، لا مش مطلوب. هو شايف ان المعرفه قدامه، لو عايز يقتنع يقتنع، مش عايز يقتنع خلاص، لا العلم هيتاثر برفضه ولا هو غالبا هيتاثر برفض العلم الا في حياته، انه هو لما يتبنى تفكير غير التفكير العلمي هيتضر في حياته وهيشوف ده فعلا في حياته، لكن مش مطلوب مننا بقى ان احنا نمشي ورا كل واحد نقول له لا لازم تقتنع خلاص، يعني احنا في زمن المعرفه متاحه للي عايز. فكرة انك انت لازم تستنى لحد ما يلاقي، والله لو لقينا الحفرية نفسها بتتكلم، يعني الحفرية نفسها لو طلعت بتتكلم وطلعت قالت لهم احنا بنثبت كذا كذا كذا، والجينات تطلع تقول لهم احنا بنثبت كذا كذا كذا، اللي مش عايز يقتنع يا جماعة مش هيقتنع.
فيعني انا بفكر نفسي وبفكركم دايما بحاجه زي كده، عشان انا احيانا بتعب. يعني انا احيانا برضو غصب عني ببقى الدوامه نفسها تاخدني كده، اللي هو يصعب عليا ان حد لسه مش فاهم الموضوع فبحاول افهمه اكتر من طريقه، بس ده فعلا مش صحيح. الصح انك تطرح المعلومه واطرح المصادر، واللي فعلا هدفه هو انه يوصل للمعلومه الطريق بتاعه مفتوح، واللي هدفه انه يدخل يجادل لمجرد انه عايز يسجل اهداف كده، يعني في فنون الخطابه وفنون الحوار والجدال وكده، هو حر، لكن مش هيكسب حاجه، يعني حقيقي مش هيكسب حاجه. صحيح، مش كل الكائنات القديمه صارت احافير، في كائنات قديمه كانت أجسامها رخوة، فما ينفعش إنها تتحفر بسهولة، يعني الحفريات اللي منها قليلة شوية. التخصص بتاعك جميل جدا يا أستاذ أصيل، يعني أنت ممكن أنت اللي تفيدنا بقى بالمعلومات دي. طيب نحاول ان احنا يعني نكتفي طيب بالقدر ده، عشان اللي حابب يتابع اللايف بعد كده يلاقي ان شاء الله وقت، وزي ما قلت لكم ان شاء الله هيكون باذن الله دايما اللايف من اليوتيوب، عشان ده كان طلب أصلا لناس كتير في الأول، وإن شاء الله برضو هيكون متاح على الصفحة في خلال يا إما ساعات يا إما بكرة بالكتير إن شاء الله. وشكرا جدا ليكم وشكرا لوقتكم، يعني جزيل الشكر والله إن كنتوا بتاخدوا من وقتكم عشان تتابعوا حاجة علمية كده، فده شيء كويس وفي أمل كبير، يعني إن ناس تبقى مهتمة في العالم العربي بحاجة زي كده، مهما كان في اعتراضات كتيرة عليها برضو مازال يعني في أمل إن الأجيال الجديدة دي تكون تبتدي تعرف، على الأقل تعرف، يعني بعد كده تاخد موقفها زي ما هي عايزة، لكن على الأقل تعرف يعني. فده شيء كويس جدا، وإن شاء الله اللايف اللي جاي الأسبوع اللي جاي إن شاء الله هيكون للي مش متابع ده، الأسبوع اللي جاي هيكون الجزء الثاني من لقاء علمي كنت عملته انا ودكتوره علياء كيوان، وهي موجوده معانا على اللايف، كان بخصوص السلف المشترك بين الانسان والشمبانزي، اللي ما تابعش يتابع الجزء الاول متاح على القناه، والجزء الثاني منه ان شاء الله يكون الجمعه الجايه، وبعد كده الجمعه اللي بعدها هنرجع تاني للسلسله اللي احنا مكملين فيها، ونتكلم عن المحطه السادسه، وهي المحطه بقى اللي ظهرت فيها اول الزواحف، ونشوف بقى ايه اللي حصل بعد كده. شكرا جدا ليكم ولقاء قريب ان شاء الله.